في بيته غير سعيد، بعمله في منافسة بتحطمه، متشائم دائما، بعيد عن التفاؤل، ما له مرتاح مع بيته ولا مع من حوله. فحياة المؤمن عكس حياة غير المؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يستوي من استقام على أمره ومن خرج عن أمره. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الآخرة من المحضرين. مسافة كبيرة جدا بين أن تكون مؤمنا مطمئنا سعيدا موفقا ناجحا في سعادة كبيرة، وبين أن يكون الإنسان شاردا عن الله. لذلك قالوا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الله. ماذا قال تعالى؟ ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا ذاقوا طعمها. لذلك قال بعض العارفين: فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا.